Today we have listened about modal verb for grade 9 subject English. طلاب الصف التاسع اليوم عنا درس عن الأفعال الناقصة بس رح نشرحها بتوسع أكثر. عنا can, could, be able to. Can, could أخذناهم بالدروس الماضية أو بالصفوف الماضية، بس be able to هاي جديدة عليكم السنة. Can, could, be able to هي تعبيرات في اللغة الإنجليزية أو أفعال وتدل على قدرة الشخص على القيام بفعل ما سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. طلاب انتبهوا إلى نفس المعنى can, could, be able to، لكن يختلف من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. بالبداية عندنا can, be able to تستخدم to express ability in the present or future. إذا عندنا can, be able to تعني يستطيع، لتعبر عن القدرة في الحاضر أو المستقبل. Could, was or were able to express general ability in the past، تعبر عن القدرة العامة في الماضي. انتبهوا طلاب can و could. be هو يعوض مكانه فعل كون مساعد مناسب، يعني be ما بتضل مثل ما هي حسب الشخص أو الفاعل، تعوض الكان جمع أو مفرد أو ماضي أو حاضر أو مستقبل. example عندنا example 1 can you swim، هل تستطيع أن تسبح. Example 2 Mike will be able to play tennis after he has had some lesson. Mike سيستطيع أن يسبح أن يلعب التنس بعد أن يأخذ عدة دروس. تبقى طلاب هون حطينا will، شو عبرنا؟ will تعبر عن المستقبل. Can you swim عبرنا هون عن الحاضر. Example 3 Hala could swim. So example 3 Hala could swim so she was able to save the boy from the drowning. انتبهوا طلاب Hala could، Hala استطاعت السباحة، هي في الماضي. So she was able to، عوضنا بدل be فعل يكون مساعد was. ليش طلاب؟ لأنه بعنا الجملة الأولى could، الفعل بعد could لازم يكون دائما بالمصدر بعد كان و could. إذا عوضنا بدل be فعل كون مساعد للزمن مناسب للزمن. She was able to save the boy from the drowning. هالة استطاعت السباحة لذلك كانت قادرة على إنقاذ الطفل من الغرق. تستخدم able be able مع الأزمنة التي لا نستطيع استخدام كان معها. أي أزمنة ما نستطيع استخدام كان معها هي أزمنة المستقبل the future. إذا كان حاضر could ماضي، أما be able تستخدم مع الزمن أو أزمنة المستقبل. عندنا هون بي، طلاب انتبهوا بي هي مي أساسية مع بي ايبل، مي أساسية نستطيع أن نعوض مكان هو فعل الكون المناسب للزمن، وفينا نحط أم وإز وآر حسب الزمن المناسب. إذا بي مع ايبل مانا أساسية، انتبهوا طلاب. أوكي النفي نيجاتيف، كيف بننفي هاي الأفعال المساعدة؟ نضع أداة النفي not، أداة النفي المعترف عليها not بعد الأفعال can و could. عندنا هون example can بتصير can't، طلاب اختصرنا الأو بالفاصلة ما في داعي نكتبها كامل. could بتصير couldn't، إذا can بتصير can't، could بتصير couldn't. أما بالنسبة ل be able to نضع not بعد الفعل المساعد، خلنا be بنعوض مكانه فعل كون مساعد، لأنه قانون رياضيات بنعوض مكانه فعل كون مساعد مناسب للزمن، ونضع فعل ونضع أداة النط بعد الفعل المساعد اللي عوضناه بدال بي. example I am able to بتصير I am not able to، أنا لست قادرة. she was able to بنحط she wasn't. أوكي إذا فعل الكون أو أداة النط بتكون بعد الفعل الكون المساعد. example Sarah is not able to come، سارة لا تستطيع المجيء. هذا درسنا لليوم طلاب.